السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. شفتكم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس خطايا السبع. فيديو اليوم راح نحكي عن التحديث اللي اجى بتاريخ 2/11، الشغلات اللي اجت فيه وش الشغلات المهمة اللي لازم تعرفها. طبعا تحديث 2/11 اللعبة بصراحة صار لها فترة بس عم تنزل بانرات، ما عم تنزل شيء تاني، بس في شغلة حلوة لمدة 3 ايام اللي هو انه اجتنا بانر اللي هي هاي مثل ما انتم شايفين، يعني 1 2 3 وهي الرابعة، 4 بانرات نزلوا لنا خلال مدة يمكن شهر أو أقل حتى. هاي البانر بصراحة ما بنصح حدا يسحب عليها، بس إذا بدكم واحد من هدول الشخصيات ما راح لكم لا لا تسحبوا. طبعا البانر ما في جارانتيد إلا لما تعمل 5 ملتيات ما يطلع لك فيها شيء، بيطلع لك جارانتيد اس اس ار، مو جارانتيد إنه واحد من هدول. وطبعا كل يوم فيك تعمل واحدة فري اللي هو بالدعاية، وان شاء الله بالتوفيق يطلع لكم اللي بدكم اياه. هاي اول شغلة اجت امبارح، مو اليوم، هاي اول امبارح. الشغلة اللي بعدها هو الباتل، السبيشال باتل. هون تخلصها بتيم يو ار، تخلصها بتيم سي سي اعلى من 100,000. تستخدم 4 كروت ليفل 2، واخر شيء تلعب المرحلة الاخيرة 3 مرات. طبعا المرحلة بتعطيك اس اس ار تشيست، هذا دبل بيعطيك جولد، يعني انت بدك يومين لحتى تخلصها فيك تقول الايفنت هذا. والشغلة طبعا شو كمان، ايه والشغلة المهمة كمان اللي هي اجيت، لا مو الديسكورد، ايوه هون. مثل ما انتم شايفين في ريليك تنتين جداد، اول واحدة تبع جوثر اللي هو العادي، جوثرات العاديين الى الفيستيفال، increase allies stats by 1% every time the hero uses a debuff or buff skill. كل شيء الا بالبي في بي والديث ماتش وبالديباف سكيل اتاك. شو يعني بالديباف سكيل اتاك؟ انه ذكرت الاتاك تبعك اللي هو عليه علامة السيف بيعمل دي باف وبينحسب، يعني بس انت علامة الجمجمة والعلامة الزرقاء هو اللي بيعتبروا دي باف وباف، اي شيء ثاني ما بيعتبر دي باف وباف. هاي الشغلة اللي هنا اظن عليها. هلا بصراحة كثير عادية، وخاصة انه يعني هلا صح بتاخذ 10% increase allies stats، بس ما فيك تستخدمه وين ما كان، هذا الشيء السيء يعني، عرفتوا كيف؟ وبس الشيء اللي رائع اللي هو شين increase the hero's damage dealt by 50% when attack debuffed enemy، خاصة مين اللي راح يكون كتير كتير قوي ساعتها. شين الأخضر، شين الأخضر هو عنده حركة بيعمل weak point اللي هو إذا أنت عليك debuff يعمل 3 أضعاف الدمج، تخيل تزيد عليها 50% راح يصير أعتقد جبار. عاجي نطويت هاد. وآخر شغلة طبعا واللي هي الشغلة أعتقد أغلبكم ناطرها اللي هي البوس، الفاينل بوس باتل هاد. طبعا الفاينل بوس باتل هاد هو يعني مو كتير صعب، هلا بحكي لكم عليه. انت اذا لعبتها بتاخذ هدول الجوائز، ما في لبس للاسف، اتمنى يكون في لبس بس مو حاطين لبس، بقى بناخذ جوائز لا باس بها. والشغله الثانيه انه اعتقد اسبوع الفاينل بوس، خلينا نتاكد، ايوه اسبوع يعني 7 ايام بعد تاكدوا ان تخلصوا. طبعا في كتير تيمات لانه هو سهل مو صعب. انا اول مره جربتها جبت 6.41 بهذا التيم. طبعا في تيمات كتير فيك تلعبها، يعني شوف الاول بنفس تيمي جاب هذا السكور، بقى فيك تعمل نفس الشيء، بس طبعا انا شخصياتي اللي افرجيكم اياها. فيك تستخدم هذا التيم، فيك تستخدم التيم هذا التيم شو واصل لهون، اي بتكنسل الباف، هذا بيكنسل الستانس، هي بتكنسل الستانس، يعني تيمو عبارة عن شخصيات بتكنسل الستانس. نوت باد. وهاد بشيل الديباف، هذا بمارجريت، وهذا بهيل او بشيل الديباف كمان، وفيري لانه بدك شخصية فيري، وهي بتشيل الستانس. حلو حلو. لحظة، حلو، نوت باد نوت باد. وفي هذا كمان نفس الشيء انه هذا الكرت تبعها بشيل الستانس،
عن كل انمي يعني. بالعكس اصلا اذا عندكم الديانة الخضراء احسن لسه من هاي، لانه هاي الكرت لازم يكون ليفل 3 لحتى يكنسل الستانس. بس التيتا حلوة، بقى انتو استخدموا اللي بدكم اياه. بس انا ليش حاطط ديان؟ لانه ديان عندك كرت اللي هو ربشر، وانت بدك المهمات لتخلصها ربشر. طبعا خلينا نفرجيكم شو المهمات. ليكا بدك تخلصها بفيري بتاخذ 160 نقطة، بتخلصها بخمس رابشرات يعني تستخدم كارت هاد خمس مرات، و remove buff from the enemy using skill with a buff cancel effect. remove buffs from the enemy، لازم تشيل البفات يعني. بدك هلا يا بنستغني والفيري 160 نقطة. remove stance 3 times، شايفين؟ from the enemy using skill with the stance. هلا اعتقد تصدقوا احسن تيم شو هو؟ كينج حلو، بس بدك كثير يكون حظك كثير حلو انك بدك يطلع لك الكرت هاد ليفل 3 مشان تجيب السكور العالي، وبدك كرت اثنين من هذا او ثلاثة من هذا حتى تشيل البفات من على اللي ضدك، لانه هي ما بتشيل البفات كارتة. لا بقى، او بدك تستغني عن واحدة منهم. خلينا نجربها ونشوف. طبعا مثل ما انتم شايفين يعني شخصياتي 80، حتى اصلا مو فول اويكن. بس اذا بدكم فيكم بدال مثلا ما تستخدموا هاي، بس لحن انه هدول بيعطوا بعض مشان هيك حاطينهم، بدال مثلا ما تستخدم هاي فيك تستخدم فيري تاني اللي هو هيلبرام، الالتي تبعه بتعمل دمج، قصدي بتشيل الستانس كمان حلوة. فيك تحطوه بدال هاد، بدال كينج، لانه ما في شيء بدك اياه للكلينز. بعتقد فيري هيلبرام راح يكون كثير مناسب. نحطه ونجرب، نحطه ونجرب يلا. بس بدك واحد يعمل دمج. هيلبرام الاخضر، وين هيلبرام الاخضر؟ اعتقد هو هيلبرام الاخضر اكثر هيلبرام مطورينه. حط له جير كينج. هذا مو جير كينج ابدا. وين كينج؟ تيك اوف، بس لانه كينج. طبعا الكرت اللي حاطه اعتقد راح شيله لهاد وحط، اعتقد هذا منيح. ونحط كرتين بيرفعوا الاتاك، انه بدنا اتاك لا بأس به مشان نقدر نخلصها بسرعة. حطونا طبعا موجود اللي ورا عشان يعطي اتش بي للزرق، وهيك ساعات بناخد سي سي دايما، بناخد نقاط زيادة. حلو، نعمل نخلص من الكروت اللي ما بدنا اياها. هذا الكارت ما بدنا اياه، هذا الكارت ما بدنا اياه. نحاول نقتل حدا فورا، يلا نحاول نقتل هاد. هلا التي هيلبرام هي اللي راح تخلص لنا. حلو، ثلاث كروت وهي كانسل ستانس. حلو حلو كتير. هلا الافضل اعتقد هو امتى بيعمل للكل. هلا هي اي او اي، اي او اي هي حخليها. هلا بنستخدم، لحظة ليش هيك عملت؟ واحد اثنين ثلاثة، يا رب ما اموت. بس هي استخدمنا خمس مرات
الستانس او الرابتشر. ما حط على حاله الديباف او الباف. هلا بقى بنعمل هيك، بنعمل هيك، وبنعمل هيك. هاي شلنا البفات من عليه. هلا بقى بتنقتل. مين بس نقتل؟ هون السؤال. نعمل هيك، نعمل هيك، خلص من هذا هالدق، والدق جاي بنخلص من بريجو. بنخلي هذا للفة اللي بعدها. نستخدم هاد. هلا انا لحد الان شو مخلص مهمات؟ remove enemy buff مخلصها، cancel enemy stance and cancel stance cancel skill لسه، rank down debuff، remove ally debuff using skill with amplify لسه، defeat an enemy with a skill with a break effect. break effect نعمل هيك. اعتقد هذا بيكفي. لا والله تصدقوا ما بيكفي، لانه حاط على حاله بفات. والله الدمج عادي جدا. هلا بنعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك. يلا هلا انا بدي اتخلص من هاد، لانه هاد راح يضل يشيل لي الالتيميت اعتقد. بقى احسن طريقة نتخلص منه. قتلنا. هلا بقى بس بدهم يعملوا ستانس مشان نقدر نشيله من عليهم. نتخلص من كارتو. ايوه هذا هي اللي راح يعملوه. اوكي بيطلع لنا كمان كانسل باف، ممتاز. هلا هي ما بتشيل نعمل واحدة رابشر، بعدين نعمل هاي، بعدين نعمل هاي. بس بدنا ناخذ شوية دمج. هاي شلنا الستانس، هاي قتلناهم. خلينا نشوف كم دمج اللي او كم البوينتس اللي اخذناها. 2700. لا بس يعني ما لازم ريموف ستانس 3 تايمز. يعني لازم كنت، بس المشكلة ساعتها ممكن هلا فينا نضل نعملها لحتى نظبطها. بس هي هي الطريقة لحتى تقدر تجيب سكور لا بأس به، وممكن ساعات إذا أنت مطور شخصياتك وحظك حلو تجيب سكور عالي، وساعتها بتاخد أول شيء. طبعا هي بس بدها سكور. رانكينج او سوري مو اي وار ريورد. اذا كنت فوق ال 30% انت بتاخذ كل الجوائز، وما في داعي تلعبوها غير هيك عشان تاخذوا الجوائز هي كلها. هون شو بيعطونا؟ 5 جيمات. ايه بقى. بس هون بكون وصلنا للفيديو اليوم. اجاتكم استمتعتوا فيه؟ استمتعتوا فيه لازم لايك للفيديو. شكرا على كل الجديد مني. شكرا على خير فيديوهات تانية. مع السلامة.